بعد إضراب قطاع القضاء وكذلك قطاع الصحافة في البلاد، اليوم يدخل ما لا يقل عن 12 ألف مهندس تونسي يعملون في المؤسسات الحكومية في إضراب انطلاقا من اليوم لمدة 3 أيام أمام مقر الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة التونسية. طبعا مطالب المهندسين تتمثل أساسا في الزيادة في الأجور والرواتب باعتبار يعني غلاء الأسعار اليوم في يعني المشهد الاقتصادي التونسي، علاوة على تدني أجور قطاع المهندسين. طبعا بحسب عمادة المهندسين التي تقول أن المهندس التونسي يعد الأقل والأدنى أجرا سواء مغاربيا أو في العالم العربي بحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية. تقريبا راتب المهندس التونسي هو نصف ما يتقاضاه المهندس سواء في الأردن أو في مصر أو في عدد من الدول العربية الأخرى أو حتى في المغرب والجزائر. هذه المطالب هي مهنية ومادية بالأساس، كما قلت الزيادة في الأجور، منح السكن والعلاج المجاني، هذه هي أهم مطالب قطاع المهندسين. طيب. لكن طبعا حكومة المشيشي إلى حد هذه اللحظة نعم. طيب كنت سأسألك أيضا عن حكومة المشيشي، يعني كيف تواجه هذه الحكومة التونسية كل هذه الإضرابات والاحتجاجات من قطاعات مختلفة؟ نعم، يبدو أن هذا الشتاء سيكون ساخنا بالأحداث بالاحتجاجات في الشوارع. هناك حالة اليوم من الاحتقان ليس فقط في الحقيقة في صفوف المهندسين أو القضاة أو الصحفيين، اليوم هناك حالة عامة من الاستياء من الانتقادات التي توجه لحكومة المشيشي مع بدء البرلمان لمناقشة قانون الموازنة العامة للعام المقبل. هناك اليوم اتهامات صريحة للمشيشي بالتخلي عن قضايا الشارع الاقتصادية والمهنية لعدة قطاعات مقابل الاهتمام ربما بالجوانب السياسية والمعارك السياسية للأحزاب. اليوم حكومة المشيشي يبدو أنها عاجزة عن حل هذه القضايا. اليوم تتوالى الاحتجاجات تقريبا ويوميا، هناك وقفة احتجاجية في القصبة سواء للعاطلين عن العمل سواء للمدرسين للمهندسين كما هو الحال اليوم. حكومة المشيشي تقول إن الوضع الاقتصادي صعب ولا يمكنها اليوم تنفيذ هذه المطالب ويعني الزيادة في الأجور على حساب الموازنة العامة التي تتجه يعني أكثر من 40% في الموازنة هو لخلاص أجور الموظفين في قطاع الوظيفة العامة، وباقي الميزانية العامة تقريبا 60 يعني بالمئة من الموازنة، يعني نصفها سيتجه إلى سداد ديون تونس نحو الصناديق الدولية، والبعض من يعني أموال هذه الموازنة سيتجه للاستثمار في المناطق الداخلية، وبالتالي لا مجال اليوم وليس هناك حتى وعود يعني من قبل الحكومة لتنفيذ سواء مطالب المهندسين أو غيرهم من القطاعات الأخرى. نعم، شكرا جزيلا لك نجلة بوخريس مراسلة الغد، كنت معنا في تونس.